السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع جيجل لنقف على الأشغال تاع التهيئة نتاع الساحل نتاع منطقة العوانة، واللي الأشغال بدات تبان يعني تاع التهيئة. إن شاء الله يعني التهيئات نتاع الشواطئ والسواحل يتم بطريقة يعني بروفيسيونال كما نقولوا احترافية، لأنه فيه هذا التهيئات فيه زوج جوانب، فيه جانب نتاع التهيئة بحد ذاتها وتكون سياحية وتكون يعني تجميلية ويعني، ولكن كاين الجانب الآخر وهو جانب تاع الحماية نتاع الساحل. لازم يكونوا فيه دي ترافو دو كرون ترافو دو مير دو سوتانمون دو رونفورسمون ولا ريكونفورتمون نتاع لي باروا تاع الساحل. إذا فيه زوج جوانب، ان شاء الله تكون فيه بناء يعني ديكورنيش بمقاييس عالميه، وكذلك يكون واسعه وتكون صلبه تكون مقاومه للامواج. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.